سيد ياسين، سمعت ما قاله السيد ماردين، قال بأننا لم نلتمس الجدية من حكومة بغداد في التعامل مع قضية كركوك، لذلك قمنا بتوقيع وثيقة شرف، وهذه الوثيقة لربما قد تمتد إلى تدويل القضية أمميا. هنا سيكون إن دولت القضية أمميا، وهذا مجرد افتراض، هنا سيدخل إقليم كردستان أو حكومة الإقليم في حرج أمام المجتمع الدولي. ست ميعاد، لا ليس هناك اي حرج، لدينا ماده دستوريه، نحن الماده 140، على الماده 140 تشمل المناطق المتنازع عليها وفي صميمها مدينه كركوك. انتهت ماده 140، مدينه كركوك مدينه متنازع عليها. ماده 140 انتهت، ماده 140 انتهت منذ 2007. ماكو شيء انتهى، ما ماكو شيء. هاي لم تستطع ان تحل مشاكل مدينه كركوك. يعني ماده 7 يودنا مادة 140 خليني انتهت من قبل جميع مكونات مدينة كركوك، ولم تستطع تحل مشكلة، بل زادت مشكلة وأثارت الفتنة في مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها. هذا انسوها أخي العزيز، انسوها. نعم سيد ياسين، نسيها ليش؟ يعني ننسى الدستور؟ إذا ننسى الدستور بشكل عام، خلينا ننسى الدستور بشكل كامل. يعني ليش المادة تكون انتقائية، مواد تعجبنا أو مواد لا تعجبنا في دستور؟ ولا ترد علي، خليني أكمل. لا ترد علي، خليني أكمل. نهاية يعني نهاية 2007 انتهى الدستور زمنيا وتوقيتيا. يعني ما عندنا في العراق الآن دستور؟ لا لا، نعم. أنا أقصد سيد ياسين أكمل فكرتك، تفضل. حد زمني والسقف زمني خلي نهاية 2007 يجب أن تكامل. سيد ماردين، يعني عذرا على المقاطعة، دع السيد ياسين يكمل فكرته ولك التعقيب. نعم. أيضا والضيف. أنا خليته يكمل بعض الشغلات المهمة. يعني المواد الدستور واحد موحد، لا يمكن الانتقاء التعامل معه بشكل انتقائي ومزاجي، مادة تعجبني أو مادة لا تعجبني، يعني هذه غير واردة ولم تنتهي، والدستور موجود والدستور لم يتم تعديله أو إعادته أو مراجعته، الدستور باقي إلى الآن، والذي يجمع المكونات العراقية والذي يجمع العملية السياسية أو الفاعلين السياسيين هو الدستور العراقي، وكلنا نطالب بتنفيذه. عندما كان الدستور يحكم العراق، أو عندما كان الدستور يصوت عليه، كان الذي يرفض الدستور يستطيع أن يرفض هذا الدستور كبنود بشكل عام، لكن الدستور أقر والدستور العراقي موجود. يعني هذا شيء منتهين من عنده. في موضوع أنه الإقليم دائما ضحية في هذه الأمور، يعني المظاهرات أو الاعتصامات التي يتحدث عنها الضيف أمام مقر قيادة عمليات كركوك، يعني كانت بريئة جدا، قطع طريق دولي مهم وحساس بين أربيل وكركوك الذي هو الطريق الدولي الرابط بين الشمال والعاصمة بغداد. هذا شيء طبيعي، يعني مجموعة من المتظاهرين قاموا بقطع الطريق الدولي في حماية الشرطة، لكن عندما تجمع بعض الشباب الكرد وأرادوا فتح الطريق، قتل من الشباب الكرد، استشهد 4 وجرح أكثر من 15 وعشرات المعتقلين. أين الاعتداءات من قبل الشباب الكرد؟ ائتي لي بعنصر أمني جريح أو واحد من المتظاهرين جريح أو تأثر باعتداءات كما يقال عن الشباب الكرد أو الذين الضحايا كلهم من الشباب الكرد المتظاهرين الذين تم قتلهم بدم بارد بنيران قناصة من بعيد. يعني الشاب الأول الذي قتل وهو هاوكار قتل بقناصة من بعيد، وقد عرض قبل يومين لهذا الشاب الذي كان في الساتر الأول في محاربة داعش في 2014-2015 يساعد العوائل العربية النازحة والفارة من بطش داعش من الحويجة، فجاءوا قتلوا هذا الشاب الذي دافع عن أعراضهم وعن عوائلهم وعن أطفالهم ونسائهم، ويقال أن لم يكن التساوي بين الجاني والضحية. الأمور في كركوك رغم التأثيرات، رغم التدخلات سواء الداخلية الغير منصفة والدولية، تبقى يمكن أن تخفي الأمور لوقت ما، لكن تبقى الحقائق موجودة والاستحقاقات الانتخابية شاهدة، وما جرى يجري هو التخوف من أي استحقاق انتخابي. الكل يدرك أن الصوت الكردي هو الصوت الغالب في هذه المدينة، فلهذا كل المحاولات تأتي من أجل عدم إجراء انتخابات وعدم الحصول
على نتيجة منصفة وعدم الصدمة بعد كل هذه الأمور التي يذكرونها بعد 2017، ولا يزال فعلا الصوت الكردي هو الصوت الغالب في مدينة كركوك. سيد تحسين، أترك لك التعقيب بدقيقة واحدة، تفضل. يعني أولا عندما يقول المتظاهرون كانوا أبرياء، نعم نحن لا نشمل أو لا نعمم هذا الموضوع، بل أول ما قام به المتظاهرون هو حرق عدد كبير من السيارات في تلك المنطقة، هذا أولا. ثانيا، نحن لا نتصارع هنا من أجل المقاعد الانتخابية، ولا لدينا موضوع شائك مثل هذا، بل نحن نقول بأن يجب أن كركوك تنعم بالأمن والاستقرار. وهذا لماذا تشكلون قوائم وأحزاب إذا لا تصارعون؟ لماذا تشكلون قوائم حزبية؟ نحن لا نعكس هذه الصراع. سيد عزيز، دعه يكمل الفكرة حتى ننهي هذا النقاش إذا سمحت. مثل ما تفعلون بأنكم تعكسون جميع الخلافات على جماهيركم وعلى مواطنيكم. نحن لا نعكس هذا، لم ندع أي مواطن كركوك لأن يكون ضحية لأجل صراعات منصبية أو حزبية أو إدارية. نحن من نحافظ على السلم الأهلي في مدينة كركوك، ونحافظ على جميع مكونات شكرا. مدينة كركوك، ولدينا موقف مع جميع المواطنين الكرد بعد 2017 بأننا كنا نذهب ونجلبهم إلى كركوك ونحافظ على بيوتهم وأملاكهم.